السلام عليكم. وقع هنايا بان الطوبيس كان اول مره نهار اللي سكننا حنا هنايا، نهار اللي رجع الطوبيس ولا كيجي الطوبيس كيوقف لينا هنا، فجاه الطوبيس ما بقاش كيوقف، ما عرفناش يعني ما كاين، ما عطاوناش حتى شي مبرر علاش الطوبيس ما كيوقفش هنا. مشينا دوينا قالوا لنا يومين غتحل المشكل، بركنا يومين عاوتاني يومين غيتحل المشكل، المشكل باقي هو هو. كتمشي كيقول لك القايد ما عندوش علاقه بهذا الشيء، مشينا دوينا مع القايد قال لك اودي هاد يومين غنحل لكم المشكل، ما تحلش ما تحلش. اليوم الناس اليوم اليوم في الصباح بنت غاده مسكينه غاده لخدمتها تكريسات هنا معاش تقريبا الصباح تكريسات معاش، لا مع السبعة ونص حنا عندنا كريسات حتى التسعة كيكون الكريسات ما عندهمش، حتى هنا خاويه عندنا. ودابا حطوا لنا بلاكه حدا قهوة ديال المرايات، يعني حدا إقامة ديال الصفاء، يعني إقامة الصفاء شكون اللي ساكن فيهم؟ ما ساكن حتى واحد وتحطت بلاكة تم، وهنا اللي كاين فتح واحد البلوك واحد وكاين الإقامة رياض السلام ساكنين ناس، عدد كبير ديال الناس كاينين ساكنين هنايا وتحيدت لهم البلاكة. دابا أنا معاه، أنا وحدة من الناس دويت معاه قال لك حنا خير منا كنوقفوا لكم هنا. اه هو خير منه كيوقف لي انا، انا ما باغاش خير منه، انا حق من حقوقي يدير لي بلاكتي هنا حدا فين كنسكن هنا، عندي حق تدار لي بلاكه هنا. دابا لحد الان راه باقا غير مؤقته، اليوم حيت عرفونا غنديروا وقفه هنا الطوبيس ولا كيوقف، اليوم 15 يوم الطوبيس ما كيوقفش، كيطر بنادم كيطلع حتى الفوق باش كيركب، البلاصه اللي خاليه من السكان فيها بلاكه. دابا خاص يوقف لكم، خاص يوقف لينا هنا. من غتهود، ودابا قال لنا غنوقفوا اليوم، علاش؟ حيت قلنا غنديروا احتجاج غنوقفوا، قال لك يوقف، ولكن حنا ما باغيناش يوقف اليوم ولا غدا ثاني ما يوقفش لينا، حنا باغي هاد لانين ديالنا البلاكه ديالنا ترسم، حنا عندنا الغرض البلاكه ترسم، هذا راه ابسط حقوق من الحقوق ديالنا. حنا راه تلحنا هنا راه تهضمنا بزاف ديال الحقوق ديالنا تهضمات، راه من غير بلاكه ديال الطوبيس من غير هذا راه بزاف ديال الحقوق تهضمات، لدرجه ان البلديه ما كايناش عندنا، كيجي الكاميو على يومين، كيجي على يومين كيجي عندك، اش كيجي؟ كيجي حاشاك ثمن الزبل كيختار لك اش يهز، كرتونه قال لك ما يهزاش، الا لقى غير الزيف ديال طابله اللي حاه ما كيتهش، كي خدمتهم ولكن خدمتهم ماشي كامله، يعني هذا ابسط حق هي البلاكه، حنا عندنا اساس اليوم علاش خارجين؟ باغيين بلاكتنا ترسم. اما لاعب ما تدوي على ملاعب، ما تدوي على سبيطارات، ما تدوي على مدارس، ما تدوي على جوامع، ما كاينه حتى حاجه، يعني مهمشين من كل شيء. حنا ابسط حق اللي كان عندنا، ابسط حاجه كانت عندنا كنطالبوا بها هي ان الطوبيس بلاكه ديال الطوبيس ترسم عندنا، حيت هادو راه ما لغاوش لينا بلاكه ديال الطوبيس، راه ما جاش في بلاكه ديال الطوبيس، راه لغاونا حنا كناس ساكنين هنا، راه مشونا حنا كساكنه ساكنه هنايا، راه الرون ديال الناس ساكنه هنا، راه ماشي معقول هذا الشيء باش ان الطوبيس يجي البلاكه ما ساكنينش فيها الناس، وخاصك الا بغيتي تنزل تمشي حتى لهي، راه عندنا دريات كيقراو، عندنا دريات ما كيجيو حتى 9 تاع الليل، راه هي من هنا حتى كتعيط على امها تعالي تلقى ليا، تعالي وبا تعالي تلقى ليا. راه كيكون مشكل كبير، وراه دابا المشكله، دابا المشكله ها هو، حنا كاين الصيف، ها هما الدراري بركوا لينا من المدرسه، ما كاين باس، ولكن راه عندنا ناس، عندنا حاملات ما عندهاش، الحوامل ما عندهمش، عندهم هذا الحاجه الوحيده اللي كيركب بها هي الطوبيس، ويجيو يلغيو لنا حشومه. من حقنا حنا بلاكا ما باغينش الطوبيس هذا المؤقت، دابا قال لي وقف هذه اليوم اللي وقف، حنا ما باغينوش يوقف لينا خير منه، حنا باغين حق من حقوقنا بلاكتنا ترسم هنا، حنا باغين بلاكتنا يرسموها لينا هنا، ماشي كل واحد يلوح حنا الواحد، بلاكتنا ترسم، ما يوقفش لي انا خير منه وقول لي لو وقعت لي شي حاجه ما غينفعني حد، انا قال لي ما باغاش توقع لي شي حاجه، انا باغا حق. اول مره اليوم ملي كنا غنديروا وقفه علاش وقف الطوبيس؟ حنا باغين بلاكتنا ترسم، بلاكتنا ما يوقفش لينا هو خير منه ويدير منا بليزير. باغا بلاكتنا ترسم لينا حنا هنا، حنا خارجين، خارجين على الطوبيس باش يوقف اليوم وغدا يحرقنا، خارجين على بلاكة ترسم لينا هنا في المشروع ديالنا. رسالة للناس المكلفين. رسالة للناس المكلفين، ماش غنقول لك ما فهمناش حنا أصلا، هما كيشطحوا فينا، دايرين كورة من واحد لواحد، ما عرفناش حتى شكون المسؤول على هذا الشيء، ما عرفناش، كتمشي للمقاطعة كيقول لك القايد ما عندوش علاقة، خاصكم تمشيو للجماعة، هذاك النهار من المجلس قال لك أودي حنا هذا الموضوع دوينا فيه. راه هذا موضوع بسيط، يعني راه ماشي شي حاجه كبيره باش هما غيبقاو يماطلوا فينا من بيرو لبيرو من اداره لاداره. كيف سمعتوا السيده كي قالت هذا موضوع بسيط، راه رجعنا لاصل الحجر يحشو هذا الشيء، والله الا حشومه السيده تصلح للتكريسات كون وقعت لها شي حاجه، فين من غنشدو؟ راه حشومه والله الا حشومه. شكرا شكرا.